أتمنى من كل الدول أن حذو أمريكا باتخاذها القرار بوضع حسن إيرلو وفئة الحوثيين أو منظمة الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية الذي تعد هذه القوة الغازية الذي نهت كل المواثيق الدولية لقوانين الحروب واجتاحت كل مناطق السلم وفرضت عقوبات قاسية بانتهاك حقوق الإنسان، اعتقلت المرأة والطفل واستهدفت المارة، تسقط قذائفها عادة على مناطق آهلة بالسكان، هناك انتهاكات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل هذه القوة الغازية عسكريا داهمت بعض القرى والمناطق الأهلة بالسكان ودمرت منازلهم على رؤوس ساكنيها في كل الجنوب والمناطق المحررة. هو الحاكم العسكري الفعلي لهذه الميليشيات الحوثية التي ترتكب مئات الآلاف والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين. ارتكبت ميليشيات الحوثي آلاف الجرائم والفظائع والجسيمة بحق المدنيين بتوجيه هذا الخبير الإيراني العسكري الذي يعد حاكما أساسيا لهذه الميليشيات. ظهر هذا حسن إيرلو ما يدعي بأنه السفير في كثير من الفعاليات العنصرية التي تدعو إلى قتل الشعب اليمني، ظهر في مسيرات وفعاليات كبيرة وكان بمثابة الحاكم لهذه الفعاليات والآمر لهذه الميليشيات. Thank you.